كل من خرج علينا يتحدث في الدين يسلم له حتى يعلم من أين يأخذ، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكيف إذا كان هذا الرجل الذي يتحدث في الدين ليس عنده بضاعة من العلم الشرعي؟ فقد خرج مؤخرا المدعو الدكتور محمد الفايد، والذي كنا نسمع عنه أنه متخصص في الطب الشعبي أو التغذية وما الطب فيما يتعلق بالتغذية وما إلى ذلك، ثم أبان رسوبه في الشريعة الإسلامية وجهله حينما تكلم في الشريعة. وقد أجاد أخي الباحث الأستاذ الباحث المغربي محسن الجمري، والذي يحضر الدكتور الآن في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، في رده على هذا الرجل: هذا العناد والكبر الذي أوتيه بعض الدكاترة، وأنا تخرجت هنا في الجامعة المغربية قبل أن أرحل إلى المشرق، بعض الدكاترة يصاب بالغرور والعجب، فإذا جاءه شاب ولو كان يعني صغيرا في السن جاءك بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تستعلي وأن تتكبر، وإنما يجب عليك أن تتقبل ذلك بإذعان، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن للأسف الشديد، كما قال الله تعالى: كثير من حال هؤلاء، بينه الله عز وجل في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد فسر هذه الآية الكريمة من سورة الروم تفسيرا بديعا الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبين حقيقة المغترين بالمنتسبين إلى أصحاب العلوم الدنيوية ممن اغتر بالكفار وغيرهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وإنما العلوم التي تتعلق بالآخرة أين هي؟ من أين تستنبط؟ ومن أين تؤخذ؟ فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في قوله حينما كان قد نهى عن تأبير النخل أي تلقيحه، فبعدما تبين له صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية قد تناوله علماء الأصول بالبحث، ثم قال بعد ذلك: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، ثم قال في رواية أخرى: وفما كان من أمور الدين فإلي. ووضع قاعدة أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يمكن لك أن تتحدث معي في الدين خارج إطار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يمكن بتاتا، لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى كذلك: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، ولم يقل فرحوا بما أوتوا من العلم. فبعض العلماء قالوا كان عندهم جهل ظنوا أنه علم. ولهذا نجد بعض المهندسين الذين يشيد بهم هذا الدكتور، وبعض الأطباء في الهند مثلا يسجدون للبقر ويعبدون الفئران، فهؤلاء أهدى سبيلا من مؤمن لم يدخل إلى هذه الجامعات، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحق ومن أهدى سبيلا؟ ثم هذا وأضرابه يدعون الناس اليوم إلى ترك السنة والعمل بالقرآن بعضهم، وأما هذا حتى القرآن قد رده كما في معجزة الإسراء والمعراج، فيدعونك إلى الكتاب بعضهم أقول، أما هذا فقد يعني يتحدث بما يمليه عليه عقله دون خطام ولا زمام. فالقرآن الكريم لا يمكن أن يفهم بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف ستصلون وكيف ستزكون؟ وهذا الرجل قد رد معجزة الإسراء والمعراج، وعندنا في كتاب الله عز وجل سورة الإسراء والمعراج تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم
في الأحاديث الصحاح، ورد ذلك بحجة أن أمريكا لا تقبل ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام أيها الإخوة الكرام لا يعتمد على المظهرية الجوفاء، فرب حامل للدكتوراه والماجستير والإجازات وهو جاهل بعلوم الشريعة، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا يجوز احتقار الناس بحجة التعالي وأنك دكتور وفلان، والله قد أبنت عن جهلك بالعلوم الشرعية. يقول 14 قرنا ونحن في ظلام وسنزيح هذه الظلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل أقول إن الذين كانوا يستمعون إليك عليهم أن يراجعوا معلوماتهم التي كنت تمليها عليهم، فقد ظهر عورك وخطأك حتى في تخصصك. 14 قرنا يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ونقله عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون، وفتحوا الأمصار وانتشر الإسلام في العالم، نترك ذلك لنتبع عقل رجل لا يحسن الحديث في أبسط وأسهل الأمور الشرعية. فما هو التصحيح الذي يريده في العقيدة مثلا؟ تيقول لك مثلا أنا غادي قاعد الأمور غير صحة حتى في العقيدة. من أين تأخذ عقيدتك سيدي؟ أنا علمني العقيدة، من أين تأخذ أنت العقيدة؟ من كتب الطب ومن كتب الهندسة أم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان لك عقل فلنا عقول وكل له عقل، كيف أسلم عقلي لعقلك؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والاختلاف طبيعة البشر. بعض الناس قد رأيت هذا فيمن درسنا الفلسفة وبعض الفلاسفة، وهذه قاعدة يقولون أنك تخلي صدرك وعقلك من نور الوحيين وتتبع ما يمليه عليك، فأي ظلامية أكثر من هذه الظلمة وهذه الظلمات التي تتوالى بعضها على بعض؟ فما هو التصحيح الذي يريده منا؟ والرجل قد أبان عن جهله حينما ترحم على توماس إديسون بحجة أنه ضو العالم، وقال لك بحجة العملية المعادلة الرياضية غيدخل الجنة. من أين يعني من أين عرفت وجود الجنة والنار؟ أين عرفت أن أقول لك بأن الله غفور ورحيم وعادل؟ من أين استنبطت هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل؟ بالمعادلة الرياضية اللي ما قلتيهاش، ولا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ فبين لنا، لابد أن يبين لنا هذا الأمر. واستدل كذلك بقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأتعجب، يقول جاءني واحد وقال له يمكن غادي يدخل الجنة، ما غاديش يدخل الجنة، نشوفوا الفطرة وكذا، سبحان الله. وبعدين قال له دعني من الكتب الصفراء، وهذه كلمة خطيرة جدا، يعني دعني من كتب الأحاديث النبوية ومن كتب العلم الشرعي التي فسرت القرآن، وغنجيو المعادلة الرياضية. ثم هو يستدل بالقرآن، القرآن أليس من الصحف الصفراء عندك؟ بماذا كان يكتب القرآن أولا؟ كان يكتب في اللخاف والسعب، ولم يوجد الورق حتى في الأعظم في الأكتاف. أليس القرآن قد دون في صحف في كتب صفراء على قولك؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لك أن تصلي وتزكي وتحج وتعتمر إن لم ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل واضح يترحم على كافر. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فأثبت لنا أن هذا الرجل مسلم. الأصل أن الذي عاش بين الكفار وتسمى بأسمائهم وعاش معه فهو كافر، وإلا فالأمة قد فرطت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ثم بالمقابل انظروا إلى التناقض العجيب، يطعن في الإمام الألباني توماس أديسون سيدخل الجنة، والإمام الألباني يقول لك ليس عندي بشيء، ليس عنده بشيء. ولو الألباني رحمه الله تعالى الإمام في الحديث
والعلوم، والله قرأ كتبا لا وقال إن دكاترتنا ومهندسينا أعلم منه، والله لا يصل دكاترة الحديث اليوم، أخرج لي دكتورا واحدا يصل إلى عشر معشار العلم الألباني رحمه الله، الذي وقف حياته على الكتب الحديثية التي تتنصل منها أنت وأضرابك، وطعن في المحدثين برمتهم، فالإمام البخاري ومسلم قالوا على أضرابه، ولا أتحدث عن المعاصرين الذين أحيى الله بهم السنة وعلى رأسهم هذا الإمام، قالوا خلي الشباب يعني يفهموا الدين. الألباني رحمه الله كان بلسما وكان عالما ممكنا، بين الدين الإسلامي للشباب، وأنتم وخصوصا كبار السن يعلمون ما حصل في الجزائر من المجازر بسبب الفتاوى التي كانت تأتيهم من الخوارج، والألباني كان سببا في رد كثير من الشباب إلى السنة، دافع عن السنة وكتبها وألف فيها وبينها، والله كتبه يعجز هو وأضرب عن فهمها، ثم فرح بما أتي من علم دنيوي. وأما قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، للذين يتقون، فهل توماس أديسون عندك كان من المتقين؟ وهل الدكتور الجامعي يكفي؟ الدكتور تخرج ماشي في الشريعة، راه الآن أساتذة في الشريعة لا يعرفون بعض الأحكام الشرعية، وبعض المسلمين اللي غيتخرج من الثانوية العامة سيسولوا على مفهوم أركان الإسلام والإيمان، وكتقول أنت طالب شنو هاد الشيء اللي ما فهموش الألباني، وكيف فهم التلميذ في المرحلة الابتدائية؟ دعك من الإجمالات وأفصح، فأنت والله ما فهمت الشريعة. إذن فالألباني قرأ كتب العقيمة، تلكم الكتب المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عقيمة وكتب الفلسفة والكفر وغير ذلك ليست عقيمة. وهو يطعن في الحقيقة قوله بالكتب الصفراء، يطعن حتى في كتب الطب والهندسة، راه ما ألفت الخوارزمي اللي وصل عليها علم الجبر والأطباء الذين ألفوا قديم، حتى هذه الكتب خصنا نردوها. ما هو المعيار عندك؟ فالكتب المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صميم حفظ هذه الشريعة، ولم يكلها الله إلى أمثالك، وإنما وكلت بإذن الله عز وجل وتوفيقه إلى جهابذة فطاحلة في علم الحديث والعلوم الأخرى. ولو أن الألباني رحمه الله سمع بهذا القول لقال وما كل فعال يجاز بفعله، ولا كل قوال عندي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طل في لوح الهجير ذباب. الإمام الألباني لو كان حيا ما تكفل العلاء لأن يرد عليه. ويعجبني كلام أبي العلاء المعري على ما عنده من المخالفات، فهو يصف نفسه في قوله في قصيدته ألا في سبيل المجد ما أنا نائل، يعظم نفسه وهو في الحقيقة يرد على نفسه، لكنه قال كلاما جميلا حينما قال إذا وصف الطائي بالبخل ما إذا وصف الطائية بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء تفاخرا أو سفاهة، وفخرت الشهب أو فخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، فإن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي فإن زمانك هازل. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، يعني حاتم الطائي الذي اشتهر عنه البخل يأتي أبخل العرب وهو مادر، ويقال أنه من بني هلال، ومما ذكر عنه في كتب اللغة أنه سقى إبله بالماء فما فضل من وفضل شيء من الماء فسحل فيه وطينه ومدره، فسمي مادر لكي لا يستفيد به غيره. فلو انتقد هذا الرجل حاتم الطائي، وكذلك لو الباقل، وباقل هذا مثل هبنقة الأحمق، كانت أمه تحفظه اسمه في النهار فإذا أمسى نسي اسمه، الذي ضرب به المثل في العي والغباء، يتحدث عن قس بن ساعدة الإيادي الذي عرف بالحكمة والعلم. فعندنا كتب نقرأها، وعندنا عقول
نستخدمها ولله الحمد، أن نسلم عقولنا لعقولك، فهذا هو عين الجهل والضلالة. وقد قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد قعد الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا تساوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فقد طابت منادمة المنايا. هذا يتحدث في دين الله بلا علم، أنكر الإسراء والمعراج وأترحم على رجل لم يثبت إسلامه وهو كافر، ويطعن في إمام المحدثين في هذا العصر الألباني رحمه الله، ثم رد الكتب بحجة خليني من الكتب الصفراء، يعني مبطأ الإمام مالك أول كتاب حديثي ألف، وصحيح البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، السنن ديال هادو كاملين، وما وأتبعها بالمستخرجات والمسانيد وغير ذلك، نردوها لأنها صفراء ما يقبلهاش هو. غنمشي نقرأ العلم عند واحد الدكتور أو طبيب أو مهندس، يا سبحان الله، هم لا يقبلون أن يتقحم شخص في ميدانهم، ولكنهم لأنهم لم يجدوا من يمنعهم عن الخوض في شريعة رب العالمين. وهو جاهل وأنا أتحداه، علمني عقيدة، علمني العقيدة الصحيحة، من أين أخذها؟ املي علي العقيدة الصحيحة التي تريد أن تصححها. أنا مصدري في عقيدتي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فمن أين أنت تستمد عقيدتك؟ يعني نترك العقيدة ونرجع إلى أعشابك التي أظهرت فيها كذلك الأخطاء، وقد انتقدت بعض البرامج الغذائية وهي صحيحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فرد الأحاديث النبوية أمر خطير، ورد السنن أمر خطير، ولا يمكن لنا أن نكتفي بالقرآن، لأن القرآن تفسره أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي تعجبه علوم الكفار فهذه العلوم ليست هي التي ستدخلك الجنة. أيهما أفضل، توماس إديسون أم أبو طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في النار؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم ويحسن الجوار، أينفعه شيء من ذلك؟ قال: لا، لم يقل قط ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمعيار في العلوم الشرعية والآخرة والجنة والنار وعلوم الغيب لا نعرفها إلا من طريق الوحي، لا من طريق الميتافيزيقيا وغير ذلك مما يدعمه هؤلاء الذين عاشوا على كتب الفلسفة الخالية من الإيمان والمليئة بالكفر. هذا ما أردت أن أتحدث عنه باختصار، وإلا في يعني هذا الرجل صدرت منه أمور، من ذلك قوله أنه دخل إلى المسجد الكتبية فوجد رجلا يشرح قول لا إله إلا الله، يقول: إذا قلت لا إله هذا شرك. صحيح ما يقوله ويقرره هذا الشخص، لأن من الفرق الآن والجماعات من يقول لا إله لا إله لا إله، فإذا أكمل ألفا عاد لا إلا الله إلا الله، فهذه بدعة، هذه بدعة. ومعرفة التوحيد أساس الأساسيات وأنت لا تعرفه. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث في قريش والأنبياء قبله هل كانوا يأمرونهم بالطب والهندسة والفيزياء، أم كان يأمرهم بقول لا إله إلا الله؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة، أجعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عيسى عليه السلام بعث في الطب وكانوا يمارسون مهنة الطب، دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك موسى عليه السلام وجد الناس قد غرقوا في السحر فهدم سحرهم بمعجزات ربانية جاءته من الله، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك صالح عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، بعث صالح إلى ثمود وهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، هندسة عظيمة، لو رأيت تلك الجبال ينحتونها، هل أغناهم ذلك شيئا عند الله عز وجل؟
إنما أم أن العبرة بالتوحيد؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأين الحديث عن حال المسلمين وما آل إليه أمرهم تحت وطأة الغرب والكفار، وما يكيلونه لإخواننا في كثير من البلدان، وما يسيمونهم إياه من العذاب؟ أين حديثك عن ذلك؟ فالذين دونوا السنة النبوية أئمة فحول، علماء فطاحلة، بل منهم من كان يفتي حتى في الطب. المازري رحمه الله كان يفتي في الطب كما يفتي في العلم، والقرافي هو الذي اخترع ما يسمى الآن بالروبوتات وغير ذلك، شمعدان وساعة متحركة في بسم الله في زمانه، هذا اخترعه في زمانه. وهل العلماء ناقشوا في هذا أم أنهم كانوا علماء في الشريعة هذا بهذا أثني عليهم ورفعت كتبهم إلى ذلك المقام؟ ولهذا نجد كثيرا من المتأخرين يهاجمون رسالة الإمام الشافعي رحمه الله لأنها تقرر هذا المبدأ، وهو الاحتفاظ والحفاظ والمحافظة على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم القرآن ولا أحكم الشريعة بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلت أنتظر من هذا الدكتور وأضرابه أن يعلمني العقيدة التي يريد أن يصححها لنا خارج الكتاب والسنة. إن قال فمن العقل قلنا لدينا عقول، إن قلت فمن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أداها إلينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم قرن عن قرن، فنعم. أما أن تأتيني بعقيدة تريد أن تصححها بناء على مبدأ العناد والعزة بالإثم فلا يقبل منك هذا أولا، فكلامك مردود عليك. دعك في تغذيتك وأقوالك الشاذة حتى في ما تتحدث فيه، هذا ما أردت أن أتقدم به بين يدي الدرس. ونعود إلى درسنا، وهناك كثير مما يقال، ولعل والزمن طويل كما يقال، إن أحيانا الله ستكون هناك ردود بين الفينة والأخرى بين الفينة والأخرى على أمثال هؤلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية